السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هالة من قناة هالة حياتي. النهاردة هنعمله مع بعض السمنة البلدي. سمنة البلدي الاقتصادية اللي مش مكلفة، اللي بتوفر كتير وريحة وطعم عمرك ما هتعرفي تشتريها من برة. ومش بس سمنة، هنعمله كمان معاها مرطة للي بيحب ياكل المرطة. جميلة جدا جدا جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ومش هتتعبنا قوي، وهنشوف الطريقة، وطريقة جديدة وسهلة ومضمونة قوي. بس ما تنسوش، بس اول مرة معايا يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله اي فيديو جديد، ويدوس اللايك. ونبدأ ونقول بسم الله. انا معايا هنا دلوقتي زي ما انتم شايفين دي علب وش اللبن، القشطة بتاعت وش اللبن. طبعا في كتير مش بياكلوها، وفي كتير اولادهم مش بيحبوا طعمها، بتبقى جامدة شوية. فاحنا بنعمله ايه؟ بنسيب اللبن بعد ما نغلوه، نحطوه يسقع في التلاجة ونطلعوه، فبيعمل وش طبقة حلوة كده. فبتلميها انتي كل ما تعملي اللبن وبتغليه بتلمي طبقة الطبقة ديت. هنجيبه حلة، الحلة اللي هنشتغلوا فيها هي تبقى ألمونيا، ويكون السمك بتاعها تخين شوية كده. دي بتبقى جميلة جدا في الشغل بتاعها. طبعا انا كنت مجمعاه في الفريزر فمتلج لسه. هفضي العلب اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده في الحلة. وهسيبها بعد كده بقى ايه، هسيبها لحد ما تفك خالص بقى، وبعد كده اشتغل فيها. بصوا كده انا سبتها لحد ما فكت خالص من التلج بتاعها. هحط عليها بس معلقة ملح، وهبتدي بقى اعمل فيها ايه. هبتدي كده ايه، اي في طرق كتير قوي، وفي ناس عملوها بكذا حاجه، بس طبعا السهله بتاعتنا يعني اللي احنا بنعملوه. انا بقلب الاول، بوريكم بس ان انا كنت الاول ممكن اعملها بايدي، يعني اقلب كده بالمعلقه. طبعا بحاول بس افكها شويه من بعضها كده. ابتدي بقى تقلبيها، بس هي طبعا كده بتاخد معاكي بس مجهود شويه، وبتتعبك حبه لانك انت ايه بتاخدي شغل كتير بايدك. فاحنا هنشوف طريقه اسهل كده ونجربوها ونشوف هتعمل معانا ايه. هو لو ما عندكيش طبعا إيه يعني السهل ان انت بتعملي بايدك، بتقعدي تقلبيها كده. ده ليه؟ ده عشان تفصل طبعا الزبده، بتفصلها عن الميه بتاعت اللبن، او اللبن اللي بينزل اللي انت مثلا لو ما جمعتوش حلو، او ما شلتيش الميه اللبن يعني طلعتيه بلبنه، فبينزل معاكي ميه كده. الطريقه دي بقى بتاعت المضرب، مضرب البيض. دي بردك طريقه جميله قوي سهله. طبعا بدل ما بتتعبي نفسك بقى وتقعدي تقلبي بمعلقه او تقلبي بايدك، وطبعا ايدك هتوجعك، فكده الطريقه دي سهله جدا جدا وتبسط الحكايه معاكي قوي، ومش هتاخد معاكي وقت كتير زي ما كنتي هتعمليها بايدك. طبعا موضوع الخض اللي هما كان بيتعمل بقى بكذا طريقه زمان، دي وهي دي الفكره بتاعتها. احنا بقى بنعملها بمضرب البيض. انت كده بقى بتفصلي الزبده عن القشطه، عن اللبن لو في لبن، يعني كده ايه بتسهل معاكي الحكايه شويه في الشغل. طبعا لو انت مش هتعمل، لو انت هتعمليها دلوقتي مش هتعمليها دلوقتي، فانت بتلمي اللي هيتبقى وتصفيه حلو قوي، وبتشيليه بقى. انت مثلا بتعمليه كور، بتعمليه زي ما انت عايزه، وبتحطيه بقى في الفريزر، وما بتحبي تشتغلي فيه بتطلعيه وتعملي. انا بقى دلوقتي هعملها على طول السمنه، مش هستنى واحطها تاني في الفريزر، لان انا اساسا جمعتها وطلعتها من الفريزر، فانا عايزه اعملها دلوقتي السمنه. انا كده بس ايه يعني سهلت الحكايه معايا شويه، بس انا مش هصفيها ولا حاجه. والطريقه دي كده بردك جميله قوي، نفعتني. انا كنت بعملها الاول من غير ما اضربها بمضرب، او كنت اعملها شويه بالايد وبعد كده تصفي حبه منها. لا الطريقه دي سهله جدا. بصوا انا حطيتها بقى على النار دلوقتي، هسيبها بقى ايه لحد بقى ما تفك معايا كده. طبعا النار بتبقى هاديه خالص. الطريقه دي سهله، بتفصل معاكي بعد كده المرطه بتاعت السمنه، بتفصلها بسهوله جدا.
فبتريح في الحكايه دي. انا مش هقلبها بقى كل شويه زي اللي بيقعد يقعدوا يقلبوها كل شويه، لا مش هقلبها، انا بس بنزل الحروف كده زي ما انتم شايفين. طبعا مطرح القشطه ديت بنزلها عشان بس ما تنشفش وتتحرق على الحروف، وهدي بقى النار عليها خالص واسيبها بقى ايه هتقعد شويه معايا بس لحد ما ايه تبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده، شايفين عملت ايه، بتعمل ريم كده وبتبتدي السمنه تبان الصفار بتاعها. انا بس كده يا دوب بحاول ايه اوريكم بس شكل السمنه من تحت اللي ابتدت تصفر معايا. انا عايزه بقى المرطه كلها تصفى معايا، تنزل معايا تحت في الحله وتبقى كلها، اعرف الم بالسمنه بسهوله، ما تبقاش ايه ده على ده، او ما سيبهاش فتره طويله عشان المرطه تنزل من تحت، لان لو سبتها ممكن برضك هتتحرق معايا. لا بصوا بقى كده ابتدت معايا ايه المرطه من تحت ابتدت تبان. اهي بصوا بقى من تحت المرطه عملت ازاي. طبعا كل اللي فوق ده عندي ده سمنه، بس انا عشان سبتها تبرد شويه كده فالسمنه بيضه مش مصفره. بصوا المرطه بلونها عامل ازاي. طبعا دي قشره صغيره خالص كانت لازقه من تحت لان انا ما كنتش بقلبها خالص، بس مهديه النار عليها، لونها برده يعني فاتح جدا اهو، ما اتحرقتش مني ولا حاجه، وبقت سهله قوي ان انا افصل دلوقتي بقى ايه السمنه عن المرطه. ففكره المضرب دي نفعتني في الحته دي، مضرب البيض نفعني ان هو فصل بسرعه المرطه عن السمنه. طبعا زي ما قلت لك لو انت عايزه ترجعيها كوتشي يعني لسه هتعملي الزبده بعد كده، كنت هتصفيها بقى بايدك حلو وتنزلي بقى كل اللبن اللي بيتبقى من تحت. بصوا كده انا لميت المرطه كلها من تحت ولسه بردك ايه ما شغلتش بقى، هشغل النار كمان دلوقتي على السمنه لاني سبتها لحد ما بردت خالص فبيضت. بصوا هاي المرطه شايفين لونها فاتح ازاي، ما اتحرقتش معايا ولا حاجه وطلعت معايا بمنتهى السهوله. طبعا انت عايزه تصفيها بقى بمصفى المرطه وانت بتجمعيها. انا ولعت تاني بقى على السمنه، بصوا بقى اتفصلت بسرعه معايا ازاي، شايفين السمنه بقت سهله ان انا اقدر اطلعها وافضيها في البرطمان بتاعي، والمرطه بتاعتي انا طلعتها بسهوله. طبعا اللي بيتبقى تحت خالص ده بقى اللبن اللي انا ما صفيتوش من الاول، اللي انت لو كنت صفيتيه زي ما قلت لك وشلتيه، انا حطيت الحله زي ما شفتوا بحالها، فوردك ايه شايفين ان هو نازل لتحت، ما تعبنيش وهو بص عرفت اطلع السمنه لوحدها ازاي بسهوله، ما نزلش معايا. هسيب بقى هنا ايه النار شويه على الجزء ده كده لحد بقى ما يتشرب خالص، النار تشربه خالص والسمنه اللي تتبقى منه بقى ايه. طبعا هتبقى النار مش هتاخد وقت معايا لان الكميه دي كده حبه صغيرين اللي اتبقوا، والنار بردك هاديه معايا لحد ما ايه يخلصوا. طبعا كده انا ايه بصوا بقى اللي اتبقى في الطبق ده هما اللي كانوا موجودين في الحله معايا، وطبعا طلع جزء بسيط قوي قوي قوي، مرطه بسيطه تاني من اللي كانوا موجودين في الحله. الطريقه كانت سهله وجميله وما خدتش معايا تعب جامد يعني ما تعبتنيش. وفكره المضرب بتاعت البيت دي جميله، ممكن تجربيها في الخلاط بردك، يا رب بس تجربوها. وبجد ريحه السمنه بجد تحفه تحفه، والريحه قلب الدنيا يعني مش عايزه اقول لكم، يعني شقه كلها ريحه سمنه بلدي بجد، يعني بخير خير الجميل اللي ريحته جميله قوي.